السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة عبدو مارتين. كنصوروا لكم اليوم شطر جوج. اخواني هذا هو شطر جوج، هذيك راه ثانوية اعدادية اخوان ديالنا، راه هذيك راه الابتدائي، راه هنا اخوان ديالنا نصورها لكم كامل. الطريقة هي هنايا، هذا الاخوان ديالنا شطر جوج. للناس اللي تيسولوا وباغيين يعرفوا الاشطور، انا اليوم راني خرج باش كل فيديو باش نحطو لكم كله الاسم ديالو. اخوان ديالنا هذا شطر جوج، شطر جوج وشطر ثلاثة راه الفوق من حدا المدرسة مليه، كنا نحاول نصوره لكم ماشي مشكل. المهم نكملوا الفيديو ديال شطر جوج، والفيديو ديال شطر ثلاثة غادي نصور لكم بوحدو، غادي نحط لكم اللي بغى يتفرج فيه يدخل عند القناة يبحث على شطر ثلاثة ويتفرج فيه، أو شطر واحد تو يدخل راه عندي مصور تاهو. مرحبا بالجميع إخوان ديالنا. أول دار اللي كتشوفوا فيها هي هذيك اللي الناس خدامين فيها، أول دار هي هذيك، أنا اللي في الضيا الحية، أول دار هي هذي. شوفوا الديور اللي جاو من وراهم، راهم تبناو، راه لي مليح، راه غادي الناس تيبنيو، الناس اللي عندهم فلوس، كاين الناس اللي مساكن تيبيعو البقع ديالهم، ما عندهمش، ما عندوش باش يبيع، باش يبني، ما الحل الوحيد هو يبيع. الناس اللي بغاو يبيعو شي بقع هنايا في شطر جوج شي حاجة يتواصلو معنا، حتى الناس اللي باغين شي حاجة يتواصلو معنا، راه عندنا بقايات هنايا في شطر واحد، شطر جوج، حتى شطر ثلاثة إخوان ديالنا. الإخوان ديالنا الثانوية الإعدادية والإبتدائي راه هنا، نقدر نمشيو من هنايا نصور لكم شوية، نزيد نتقربو. نقرب شوية من المدرسة باش نصورو عليكم. سولنا لكم قلت هذه الثانوية والإعدادية والإبتدائي راه بوحدو. فين هو الشطر واحد اللي صورنا لكم؟ الناس اللي باغي الفيديو ديالو دخلوا عندي القناة مساج الدعم الراشين باش نبقى نستمر لكم في هاد الزيئات والمشاريع. حتى لو باغي شي بقعة أو شي بارما ولا شي حاجة تواصل معنا ونقريو الجميع. المدرسة راها تقريبا سالا تبقات غير في نسي. شتوق هذيك هي الأول دار، هذه أول دار في شطر جوج. الإخوان ديالنا غادي نمشيو نتقربو لكم من المدرسة الابتدائي والثانوي. الإخوان ديالنا هي الثانوي الإعدادية، هضرنا عليها كما تشوفوا معنا، مدرسة كبيرة هذه، راه شطر جوج ثانوية ديال أحمد. هي المدرسة راهي مدرسة كبيرة، مدرسة كبيرة هذه، شتو يا أحمد الناصوري يا رب، هي هذه مدرسة الإخوان ديالنا، هذا الجيزة واحد
تزيد ديال الشطر جوج اخوان ديالنا شديو تبارك الله قداش كبارين هاد الشيز كبير نصور لكم ديال الشطر ثلاثة غادي نديرو الاخوان ديالنا كما هضرنا فيديو بوحدو اللي بغا يشوفو دخل هاد الماشين ومرحبا بالجميع مدرسة راه كبيرة حنا نشوفو ديك المدرسة اللي مليه ديال الابتدائي الديور كبار هنايا هانتوما مشاهدينا الكرام مازال شطر ثلاثة الفوق لي باغي يشوف شطر 17 راه مازال ما بداوش يعسوا حتى شطر 17 و 18 قال لي ما بعديش هانتي ديورنا زوين ونكارم حتى وحده مدرسة الشوارع قدام كتشوفها تبارك الله كبار مع المدة هنا عرفتي شنو عتعود تعمر هاد البلاصة اللي فيها دوار انا راه كنفضل انا هاد البلاصة هادي على بوقنادل الاخوان ديالنا هذا هو السونتر الاخوان ديالنا دير بوقنادل كالم هنايا قالك ها يديرو في هنايا معرفتش بلاصة يديرو في الفيلات العمارات هانتوما هي الديور ديور زوين وتسعين والشوارع كبار وكاين باركينغات كاين شحال من حاجة هنا هانتوما الديور زوين عجبوني اخوان ديالنا وجيت لألمانيا باش نبارطاجي ليكم الديور اللي كاينين هنايا لأول دار وريتها ليكم غنجي من لهيه وغادي نصورها ليكم لأول دار هنايا أزرع الطلع أول ظرف هادشي زادا راه اول دار راه في هي اللي كتبنا اول دار الجيزان ما شاء الله اللهم بارك كلشي الديور مزيانين الاخوان ديالنا نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله يلا خليكم اللي بغى يتفرج في الشطر الجديد شطر ثلاثة يدخل على ديال لاشين غنكون حاطين ليه فيديو ديالو وحده